السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامة يا دمان بلشدة الصوماليات ملك تيتشوغان قارحان بلشدة الصوماليات غير من السوطة وحمات هالكني دلت شوغا أنيغو أح محمد يوسف كانت ترسن شغالة واحدة عاصمات كي سيري في مينيابلس وحنمانت هالكن مرتينو غو أح دكتور محمد فالوك وأح دكتور عاصمات فاهين إيو سؤال بدن أو كسابسن تلالك كورونا ها يفيدين كأولي هاي نا إن شاء الله تعالى نوغسو جو نوغا جوابي دونا دكتور محمد سودو محمد عندو هاي عادي عادي يا عظم حسن هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أمت المتعوانة الساعة وحان الله هاي رمضان وراكسن ملكستو الدنيا كتشوكتان وأنا أعرف أن هذا المكان هو أحد المكان من السودة أنا أن هذا المكان هو أحد المكان الذي يجب أن يكون في دكتور محمد المكان هو أحد المكان هو أحد المكان أما خبرت هذا تاريخ هذا أحد المكان هو 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 وين بلانت انت بلان ان انا وحان ان تخصص كسميا ان الرضا كلها دتك وين وحان كجرا هذا ريزيدنسي ايام كجرا ان شاء الله بشهر جون ايام لما انت انا ان وحان كسوانا هاي ان فلوريدا ان سام عبد يونيفرسيتي اوف سنترال فلوريدا ما شاء الله ادونو كوبان هاي دكاتير افكيني دقنكي ويقانا سودو ان سؤالك كواد ان دكتور محمد كويديني نو وحويه واكو تلالاد كوفيد 19 كاه لا اوغلااداي اما لو ابروف غريي ان لو استعمالو كهورتاغ حنوكن مسنو شي كرا كرتا سيده تلالادني او شقيان ان وما سنت اي واش ارتي عن ان وطن كمرايكن كماركا وحا جيره الا امنكا ان سبح تلال با جيره او اي دولدو سي امرجنسي انا واحده مارتي دووين كي انتوين كا اي سي امرجنسي أي سي سي ان اوغلاشو سي دتك لو سيو ان صدخ لا تلال مكو حاويان وا فايزر مودرنا يو جي ان جي اما جونسون ان فاكسين وا صدخ لا نو يعني لاين مكو صدخ لا اوغلي هي مرايكانكا ان صدخ لودو ماركا او جيت كودو وا حاويان ان اي قفكا كا الهاليان حنون كي كورونا فايروس انو كو دحو اما حدي لا علا او كو دعانا ان او كخفيفيو ان علامته اما دباتدي او كانسان لها ان وحيالا او دران طبعا انو فيروس كانو مهدو قودع او كانسان كارو حاويان ان او دران واعنا دمات او او كدلو ان ماركي لغا سوطاقو واحد كوحيغا او دران او حاويان دي ان هوسبتال لغو سيحيو ان ادي هوسبتال لغو سيحيو ونصيبو يالاتين هوسبتال كي كبحلان او حاويان ماركا وحي كدن بيه وحيالا انو شغل انت كدن من طرو موجي سندونا عفنات كهلا أو حلا على النولان دوم تمية شريط أنا أو تصل هانا كلا ده كار كله كله ده الأرض فربنا كار كله كله إنه تو إنه بلادنا إنه مارت اللي كده أفرستو أو حنشريستو إن كار كله كله إلا إم كار حاتر وحلا عن ماني ببرنا يعني هاد خوف أو حنوم كده حي تكي كبرك سدي إللي نولين فلنا قياسي ضد بلان إيه مارت السنة ضد بلان على سن نولان دونا أنت لاقك مركب جيتك شو حاويا وحالها صدم إنه قبك مركب كبار إنه كود عنه كايل عليه لعل هديه كود عنا إن دبته وكان سنية وكخفيف وجيت كويه وجيت كسدح طلع البلوس سنية حتى سوق على مركب هذا إنه فايزر يمودرنا إسكو كاب يوش كيان الله الله ده روتين لده مسنجر آر إن إيه أيه كسنية سنين بروتين كاس ماركا وحالة سمية وحالة دراسية أو لأيغي فيروس كا كورونا ها بروتين نديسة ووحكو ويرارو قافك أي سمية سنيهين أيا لأيغي أو لدراسية ساورا لغا قادي ماركا كبعلينا كوي باعنتي لابكا وحالو سمية وحوحي أولا بروتين كوي كي فيروس كالكتيسة بروتين كا ماركا وحالة سوق قادي ماركا وحيالة كالي يا لغو قصي فايزر هي مودرنا ان وح مارت دخله انا فاد عملوا كلا ايا لو قساي وجيد كودنا ويهد ان لو كيديو او لو هيو ان قفكي ماركي لو ترقنا
ساس او كلا وشركي كلا ماشي لو ربي وقارسيه اوكي قفكا مركا شقادة وشيتكو على هذا بحويان مركا مركي قفكي الغدرة وحي وحي او ابيحي فيروس كيف او ابيحي او مركا كبعد انو بيضا الدفاع ايا عركية مركا اركان باو حيدا هيا مركا وروح بانا صوغ لان صوغ راي سينس كيقع لنا كدب شركة وحي انتو اغوضن عيك دون كأغاو كصمينا يا مركا ملتري دي عروة أي مركا كبعد صوغ صاريا كبعد هدي فيروس كما كان عاده او كود عام مركا عاديك عام تشيركا او صوره او غير الدفاع مع قوس ما اسمي دفاع عاس بس عم مركي وما تكهر تجي او فيروس كي قصو قال بربرني مركا يعني ها تلال كني وحو توبريا ونقيري دفاع عن قفكا تركيسا سي اي وقو توبرتان قابكي اي ولا تعالي لهايين اما اي وقو هرتقي لهايين هدي حنوكي رسمي او قدعو ان اد بدو ما سنتاي مركا تلال ذني ميهين كو سيف اح اما بدقبا او ان لبات تلاحين اوكي وسؤال في عن ويان قف كستا او وح قادانا يا عم دوا قادانا يا عم تلال قادانا يا عم إنه أسوي دي مدن ويان وحن عن قادنا يو فائدة إليه من دباته إليه من دباته إيه كان سنة يا من سفائدة أم بنكيها ليا إن الدنيا ذا وحن متجر هرت السيدة بس سيدة هذا الله بدأ إن إصلاح الله إن أنت أنا هذا ماشي كتير ما شو اسكي بان كتير ما حد عا كتب اسمعنا عن دول فدائين يقصو يقصو الدم عن كودو قاعدة عن كحينة إنه حالة يا إنه كله قدومه نمبر تو وحا نمبر كلا بعد دي ما شاء الله ودام هذا مرايكن كوكلا صغوانا أو قارية ده تذكر يا ريرو حاويا شركة أي قلع وحما كان الدنيا ده وح سيف متر لكن وحنو من هاي ريسك قا بسمه أنا كنت إنه نقص ودم إنه يري هاي أي صار ويس سكر سوني عين أنا هوس فلنا سو كلا قارية وأنا من إنه خطر أولى هي لكن وأنا من أركرين إنه وحنا إن عدم تحضر سمعنا إمارتي إن إنه ما أنت بدأ نشيل قريب بعد عكرتة لكن هذه كريم ما كنت روشة حاليا وقلا إنه كقول لفته يعني مركز دواء كستان أو واحد صار كله دواء يطلع ميت كستان بقول كيا بقول وحسي في المجرى and وحاله يا وين أقف كسبة من نوعان لكن وحويان فائدة أن كهذي يخسارة ودي أعتقد وحنا يجي سنة كاب أظن أي واحد بلاس بر بر بيجا and مدام أنا أقول نقول قرينا هوس قالنا on هوس بريسنا فإذا سنة كاب أظن تاعي إن البنان كتشوفنا صار تاعه أنا هوس قالنا ترى كنا واسلي كلا أو أساس وكله وحويان مودرن يا فيصل سجاشن إيشان بقول كيبا وحكاء العالم يانا يعني سجاشن لا سجاشن إيشان إنه فيروس كي كوكب هدي وكوكب عنا إن الهوسبيتال وسيل من ده أما أونا كتير اللي بعتلا كإيمان إيشان مركا وارونا هانتي سايرة فتيا كإيمان يا وح آدية والله جاي بقول كم يشوا يرا برشتا أو كلا بس كارك الحال جاي وأنا كنير أي إن الدريمان أيادك كرتا مركا ولوترا لكن هو حاد وياه أو دوين كان كلا عن قرار إن حنباب إياه برستمال كيوم حالة ده إيوه أرفيل كيوم بروفينكو حالة عن قرار إن يارون عند إم بنا كسر الفكت فر بلا مركا وحنديك روا سيف أوف كستان وحنطلع ترين لا عدو هري كرو هو نسيب ليه إنه مارت وقال وقات أنا سؤالها وليد بس على دك بدك ذو حب هنا فهم عن قفك حتى مرك وقعت وقند هذا يري قبني سمعنا ذو حوي ونجد تركي ونجد دفاع تركي سأيا كتب برنا يا سما وحمدي يو حيابك لا يسكو أركيان مرك أي تلال كقاتان دك قاركود دك قدام يعني سايد إفكتس كاس أما سامين تسكو ما أركان مصح بعتاس وهرت وحوي وكفر حسنا عينات كنت يعني أنا فونتي كاس wax kala ma aha qadada oo qofku isku arkayo waxa weeyaan difaaca jirkaaga ba shaqeynay aan aniga waan qaatay talaalka oo kiikooba waxaan qaatay bishii December dhexdeeda dhamaadkeedan ka wada Moderna baan qaatay kii labaadna waxaan qaatay bishii January 18-keeda ayaan qaatay kiikooba markaan qaatay waxa kale aan isku arkay waxa ahayd meeshii oo laga duray oo iyara caadi talaalada oo dhan baa la samaha wax kasta ayay ku kalaba هدي مال هو قط القدم عن هدي البدير إن كان قال يوم مع الطلع على دم عوي كل رب راري صح وعادي يا مركو قف كسته وفهم كرو نوع لا ما كان طلع كيف تسي لو أرجع تي مركا عند رأيي من مركا ما أنت أنا ما في أنا وشقيني إيه أنا وشقيني أنا قاطي هبين كين مركا لو يطلع كي بنكاي أنا أو كل الدريم إيه قبو
كدب وحان قاعتي تايلنول بان قاعتي سبحلين عادي بان هوا شقالي دي أيام كل عطي وحي اكتوسي سامركا دفاع عجركاغو إنو شقين أيو أو وحي اللغو الدوري وجركاغو لي وروحا ماشي صوق علي محان كسم إياه يسيو بارتاقا ها مارك قطب قفك وكدفاع بلين يوحا لغي أو إنو في أكشن كيسو وحا وجرد دريم أيو إنو كبتا أيا دعي كرتا وحي الله إنك ستون ريسيرش أن لغا سمينين أن حتى ku aragno observation ahaan aan aragnay dadka waaweyn oo kale inta badan ka dhadan iyo waxaan ay dadka yaryar isku arkayaan isku ma arkayeen taas oo ilaam islaane waxa weeyaan dadka waaweyn difaacooda uu ka khafiifsan yahay dadka yaryar difaacooda marka wax fiican weeyaan maadaa inuu qof isku arko marka maxay tahay adigu ka jawaabay su'aalihii haddana haddana si kale u dhigno maxay yihiin sababaha ay muhiimka u tahay in la isticmaalo okay sababta ay muhiimka u tahay waxa weeyaan xanuunkan waan ognahay oo dee covid 19 baa la dhahaa oo ama coronaha 19 sababta loogu bixiyo waxa weeye dabaaqadii 2019kii ayuu bilowday wuxuu hadda xanuun caalamka oo dhan qofna looga sheekeyn mayo caalamka oo dhan buu simay waddan fakeera iyo waddan aan maartay taajira waxay noqotay uun naftaydii bay noqotay iga joog ha isoo gudbin waddana inuu waddan u gudbin state macal state inuu u gudbin in xuduudihii la kala xidho maalintii iyo waqtiga laga sheekeynayo lahaa maaratay ilmaha iyo waalidku way kala cararay qof walba waxay noqonayaan naftaydii aad moodaysay waddanka Maraykankana waan ognahay hadda inta dhintay 500,000 ka badan yani 500,000 ka badan ayaa u dhimatay ilaa iminkana waxa weeyaan dad hospitaalada ugu jira aniga hadda ICU aan ka shaqaynayaa bisha maanta of baan ahay intaas oo patient ayaa ICU hadda noogu jirta inuu marka waxa weeyaan inaas barbar dhigta marka haddii uu fayraska igu dhaco inaan u dhinto ama hospital la iseexiyo ama dhibaato iga soo gaadho iyo haddii aan tallaalka qaato inay tallaalka dhibaato iga soo gaadha keebaa badan ayaa talooma keebaa dhibaato ii geysanaya waxaa in badan aad riski ugu jirtaa inuu kugu dhaco fayraskani kuna dilo dhibaato ku keensado ama hadduuna ku dilin aad caafimaad xumo caafimaad daro aad la noolaato haddii laakiin aad tallaalkan qaadato ee chanciga inay dhibaato kaa soo gaadho waa wax aad iyo aad u hooseeya tusaale ahaan oo kale waxaana guriga aan hoos fadhinno oo kale waan aaminay riskigu inuu yar yahay baan ognahay laakiin way dhici kartaa sidoo kale tallaalka laftiisana way dhici kartaa inay dhibaato kaaga soo timaado laakiin dhibaatada ka imaanaysa aad u yar faa'iidada ayaa ka badan 95% ayuu kaa difaacayaa dhibaatadii ku haysatay moderna iyo maxaan ku dhahay pfizer inuu kaa ilaaliyo xanuunku inuu kugu dhaco ama dhibaato badan kuu keensado J&J sidoo kale labada wiiga ugu horeysa waa laayay 66% bil ka bacdi ama lix isbuuc ka bacdina 100% wuxuu qofka ka ilaalinayaa in hospital loo seexiyo ama uu dilo marka hadaan si kale u dhigo yani xanuunka saf mareynka ee caalamka oo dhan ku faafay qofka talaalka qaata wuu ka khatartiisa inuu u dhinto ama in cisbitaal loo jiifiyo 99% ilaa 100% way ka yartahay qofka aan talaalka qabin exactly. ya isaac marka qofka talaaladan qaatay xanuunku mar kale ma ku dhici karaa for example anigoo talaalkii qaatay ma laga yaaba koronahu inuu igu dhaco ha wuu kugu dhici karaa sababta waxa weeyaan talaalka waa aragteena waxaa lahay 99% uu kaa ilaalinaya inuu xanuunka kugu dhaco ama kaa khafiifinaya 99% waxay ka dhigan tahay haddaan si kale u bedelo hadday 100 qof qaadato 500 qof oo ka mid ahba laga yaabaa inaynan maarata uuna u shaqeyn oo weli uu xanuunka ku dhaco waayo dadku difaacooda iyo qaabka jirkooda u shaqeeya isku mid maaha shan taa qof dee waxaa noqon kartaa nasiib kaaga xumaan karo waxaa shan taa qof baad noqon kartaa 100 kaa qof ee qaada xanuunka ku dhacay ha baad noqon kartaa shan taa mid ka mid ah waana ognahay wadadu ku dhacay qof aniga hadda istalaalay oo dhakhtara oo uu ku dhacay baan ogahay oo dhaqaana oo ayaan dhaweyto aan welibana soomaali ah dhakhtar soomaali ah laakiin shanta percentage yani 100 shanta uu ku dhaco weli dadkaasi yacnaha iyadoo xanuunkii ku dhacay waxay u badan tahay soomaa inuu noqdo hargab caadi oo kale qofkaasi aanu u soo dhicin xanuunkii oo cisbitaal u tiirsan ama aanu u dhiman inkastoo qadarta ilaahay hayo ciddii aad iska jirtay aad u dhiman karto laakiin xogta la hayo
شنت هو كده عاحته انت هو كده عتلال كقاتي وادد انت بدن سيدا دكتور صوت هذا انا يا استاذ هذا بيحيي ام اود انت عن نقرين سمح سان قياسي انه الى يمكن ده اعتقد ما يستران لما هي او بقول كي بقول يعني اسبربر دكتي يعني دكتي او كود عاي طلاق يا وقات حنوم كان كود عاي يا دكتي يا وان ما رت طلاق قانون وحنوم كود عاي لكن الى يمكن سان قياسي وحويا طبعا اني اني مروه بابا انا كبت يعني انا يا قفت على طلاق قانون مركز ياس وكود عكرا وانا صافتها وحويا صافتها لو encourage كرينا يو انو قف كاستا و هدي ماسكي سو سو يحدو او سي وطا إلا يا انت داتكو انت وبدا ما كتب عالي ان سؤالك كلا وحوي ما حيت هاي فائدة وتلال كلية هدي وكورونا هو رأيك صار دعي لأن دت كبار كده حلي هدو كورونا هو صار دعي واتكبت بعدي تركا جو سجع ان ونجري دفاع سمينا يا ما انت باري جو بحنا ما كان حيت هاي فائدة وتلال كلية هدو حنوك هو رأيك فوق دعي Okay, وسؤال تعويان ان حويان ضدكي وسؤال شو حويان مركا هديو حنكم كوغو دعاي دفاع لما يستر المكوس او تكبر بوكسوتي دفاع لما يستر المكوس ما اسمي ونرش على انت كاد لمن كا العالم كبير وحنكم كوغو دعاي ان سؤال شو ما يويان العالم كا وحي للسميه انا علم بارتي للسميه قف كاس دفاع او سما اسميه wuxuu sii jiri karaa ilaa 3 bilood ayuu sii jiri karaa oo ka ilaalin karaa inuu xanuunkii uu mar labaad ku dhaco wixii laakiin 3 bilood ka dambeeya aan difaaci u samaysna qofka uu khafiifayaa ama uu ka tagayaa marka waddanka hadda maraykanka waxa weeyaan standardku waxa weeye qofku inuu 3 bilood sugo inta uu tallaalka ka qaadanayo tusaale ahaan oo kale haddii maanta uu kugu dhaco covid uu kugu dhaco ama corona kugu dhaco 3 bilood ka bacdi طبعاً كقاعدة كرتها من قصة البلود وين تشوكتها إن يوروب أو كلا ويكب بدنا نتايو إلى لح بلود بعدهم إلى لح بلود بعدهم إن صارت نحويان ديو انتظر العناء إن بحر من تيجي يا رب بدنا بدفاع عقبك سامين كنا سامين كنا مركا يو مقرنا يسا يو ضد كسوة كرقابك أونا نهاية الله يسكينا يو يا الله حاصلنا marka waxa laga yaabaa inaan ka waaweynahay dadka maaragtay reer reer inaan ka yar burburinayo waxa marka dhici karta oo sababta keeni karta saxiix ka waxa weeye qofka talaalkan qaata goorma ayuu helayaa faa'iidada talaalkan ama protection ka talaalkan leeyahay oo buuxa inta full protection goorma helaya inta badan waxa weeyaan kuwan 2 doses ka qaadanaysa Moderna Pfizer waxa weeyaan adigu 2 usbuuc wixii ka dambeeya marka dooska labaad qaadato waxaana fiican 2 usbuuc ilaa 4 usbuuc exactly inay saas oo kale dhaho bay ku fiican tahay full protection helaya laakiin macnaheedu taa kama dhigna 2 usbuuc ka bacdi maskigiina waa tuuri xaaladkana waa la iskeliini ma karanaysaa gacmihiina waa la sasaraan dabcan waa la sashaysa قف على حافظ قصة لما هني قوري ودم بيسيب الكلام هاي أما قعنبا أما قعنبا هاي exactly يا أما قعنبا مركب خليه لها كيف كان عدو خاصة تذكر لنا يرضى هلا يا بعدو أنا بعض علامات بعض أسكو أركبا لكن أتكلم يرتهاي رواد فيروس كي أتشير كاركو وكتشيره هذا وقت فاهمك وحلق كل ما يسا أم هو يلا أم أباها أم أبوها ama oday adeerka ah ama dadka kale la shaqeeyso and ka fakar dadka marka waxa laga yaabaa adiga inaad waxba aad ku noqon qofka dhalinyarada ah yes dhalinyaro fara badan baa u dhintay oo intaas oo qof aanan u tirin karo oo imika hospitalka aan joogo ku dhintay oo dhalinyaro ah yaa oo maalinta 20 iyo 40 ka maalinta u dhaxeeya laakiin qof waxa laga yaabaa inuu ma kaba keen marka adoo og waliba calaamadaha marka tirada qof calaamada isku arkay adoo og calaamadaha hargab iyo waxa isku arkay hadii aad bulshada dhex gasho oo gasho oo taxadar aad sameeynin and anigu aqranahay akhro kulli dabcan waad ogeyd inaan aad waxan qabto and qof marka in qof la dilo on xabado kale inuu ku dhufto ma yaa dabcan qayb baad ku yaalani hadaa adoo og maarata aad dhex gasho culumada ay nooga aqoon badan way ficnaan lahayd maanta inuu sheekh nala joogo laakiin ان دينتين وحوين كو فاهم سنهي ان اياد وحجرت اورانيسا الفتنه اشد من القتل يعني ها فتنه ايا كحن دلك
marka qofka de isagoo xanuunka qabo ogaan dadka u fidnaya dhibkeeda leedahay. لكن محمد آدي آدي آد بان كوغو ما هدينا إنا وقت كان يفرصاد دان قالي قاد نلو داكتي إن أنا قو سوق بقوين إن ورايسي كيني محاد كلو برشادة الصومالية هاد كلها تلين لحي داما أوران لحي بشهد الصومالية وحن كلها تلين لها وحيا لبادنا وحاة شرا داد وحاة شرا الدون كا وحكا ستوى صوب بحابا داد وحاة شرا دي دا باعت شرا وكسوهر شرا وحاجة ترى دلوا أرتا أنت باكسر صار ده بعد ترى أو باكسين إيو وحيا على حاس أن لما قشين كريم تلال والبكسور كذا ها دوت كاس ماركا أن وحاي إيجان وحكست أو بالشدة أي إنه قول يهين أو شك كريم كرا أنا وحي على تاتان صح وحيا لا أنا أتكلم يا أيوة حكم ذا ماركا سوشيال ميديا بحيا أنا دهين أو كله فيرتيليتيغا قفكو المدرس أي دبعته وكيف سنكره سألت حويان هذا الأريع ماشى كينتو قمنا مرة وينو مرة تي هذا الطبق الصورة شكل قبينه هو الدالو مستقبلك هو ها وشكي مرك قف وقولها يا أوكي وأرنت أز والله أرين في الماء وأنا واحد دبع قف وينو سويدي لو بهي صح إن سو كلا وحاء ذي ذا ذي بتشبع وكتير أو إن دوردو مركز سوي شوفت نقاك هذا أي لسه عن كرتها جرتين وحسوا كل اللي يراه ذي فيروس بابا لو قدر يا أو سقي فيروس كي بابي تركه على لو قدر يا صح هذا ما مركورتا سؤالها اسمع يا وحوي دفن دفار بكتيرة يا دفن دفار بكتيرة سمعت وحوي أنا مكمل دام أو حتى دتك كان حتى صومالي دام ما دام مسلمين عن هاي أو دين تجعل qofkii marka dadkii antivaxxers ka waxay eegayaan marka bulshadu xagee ka nooshahay oo ka gali karta sax qofkii Soomaaliga ah muslimka ah waxaan ugu lahaa marka doofaar baa ku jira sax wiilkii gabadhii rabeenay ma dhawaan waa in la dhaho baalkan waa madaris baa noqonaysa sax qofkii xoogaa yara maaratay dawladda laga yaabo dad badan baa dawladda ka shakisan ba qaar kood oo yara buufis iyo waxyaalaha iska jiraana waxa jibba ku jira la dhahay oo waa walu daba galaya walu daba galaya qofka samarka wixii maarta meel uu ka nugul yahay waxa waa saas lagu tuuraya horta jibku waxa weeyaan hadii lagu rabo in ay dawladda kula socoto adoon talaalka intaas oo milyan baa lagu kharash gareeyay ba in jib lagu darana intaas oo milyan in lagu kharash gareeyo ee noqonaysa waxa uu fudud dawladda iyadoo lacag iyo waxba bixin ma inay hadda rabtiina ku waata dadagaad haya telefoon kaad waata qof kasta telefoon buu wataa kaasba meel kasta lagu daba gali karaa marka hadda arintaas waxa kuma jirto ee talabaad ee doofaarkana de culimada la ka hadashay oo meel kasta laga hadlay oo horta wax doofaar la dhaho oo kuma jiro oo taas iyada waxa la taada sheekadeedii way dhamaatay way iska dhamaatay hay ee arintaas ee dalmada oo kale oo aan aadna yaa waxay ahayd dalmadu maaha wax lagu ogaado lix bilood iyo sanad iyo waa wax waqti u baahan weeyaan tusaale ahaan oo kale hadda haddii laba qof oo isqabaa haddii intay u tagaan dhakhtar ay tusaale ahaan oo kale muddo bay rabeen inay ilmo dhalaan kabacdi ay markay waxba u suurgali waayaan dhakhtarka u tagaan dhakhtar tusaale badan buu weydiin oo wuxuu dhihi okay intay iskabteen intay intaas baan iskabnay imsa jeer baa is arkayseen usbuucii intaas intaas baan is arkaynay qof dhaktarku marka ku dhahayaa marka ugu yaraan marka waa inay sanad inkastoo dada la eegayo qofku qofka dumarka hadday 35 sano ka yar tahay waxaa la dhahayaa at least sanad ma aragtay usbuucii baa ilaa 3 jeer isku taga oo marka tijaabiya intaan baaritaan iyo waxyaalahaas iyo waxba la gelin aan la gelin ba sax ha wixii 35 ka weyn waxa weyn maadaama qofku dhalmadeedii iyo xilligeedii iska soo yaraanayo lix bilood baa la siinayaa la dhahay lix bilood sax soo eega tabaalkan marka in la dhahaa marka madalays buu ka dhigayaa horta waqti uu u baahan yahay marka waa been aan raad lahayn waa been aan raad lahayn marka waxaana kama jiraan tallaalkan dawooyinkan wuxuu ka seefsan yahay baan leeyahay anigu barastumaalka aad qaadanayso iyo adbeelka iyo waxaanaad qaadanayso wixii kartibin loo qaado ha marka qof kasta waxaa loo baahan yahay marka qof kasta muslima waa loo baahan yahay wax kasta oo jirkaaga galaya inaad su'aal ka keento laakiin waa inaad garanayso cidda aad weydiinayso adiga wixii faa'iidood heli lahayd yaan doqon kaa faa'iidaysan waxaan raad lahayn oo tusaale ahaan kale dadka waxaan faafinayaa haddaad ahdo war xaggeed ka maqashay oo bal ii sheeg
reference isi oo sourcigaaga ii sheeg haddaad dhahdo waa la lahaabay bee sheekada waqiila waqaala marka ku soo ururi marka waxaan leeyahay haddii aan waxaan dhahay inta badan haddaad su'aal diini ah hayso anaga hayi imaanahay weydiini sheekh hebel ood aaminsan tahay u tag welibana kaa keliya ku istaagina si aad wuxuu ku sheegay aad u ogaato ku kalena u tag maskaxdaada isticmaal markaa ka bacdi go-aan gaar haddii marka tallaalka uu shaki kaaga jiro waxaa maaragtay facebook lala ordayay iyo whatsapp la iskugu diray iyo waxaas yana faa'iidadii aada heli lahayd ee dhibaatadii maaragtay kaa ilaalin lahayd yana kaa hor istaagina waxaa samaysaa haddaadan dhakhtarkaaga maclaad aaminsanin dhakhtar kale ood aaminsan tahay meeshuu rewow ha joogo ama africa ha joogo ama yurub ha joogo ama baalka ha joogo weydii markaa kabacdi kaa kalimana ha ku ekaana waxaan aniga kuu sheegaya ha qaadan si aad u ogaato waxaan bilaynaya ka jiraan in kale at least ilaa laba dhakhtar saddex dhakhtar weydii beentu isku wax ma noqoto hadduu qofku been kuu sheegayo kan markaad weydiiso ka kalena wax kale kuu sheegay ka kalena wax kale kuu sheegay marba jawaab kaa soo gelaya ku wareerinaya si shaki kaaga geliyo aad iyo aad baad umaadsan tahay dr maxamed inagu bulsho soomaaliyeed oo muslimaha baynu nahay ilaah baynu tala saaranaynaa laakiin waa arrintii ahayd fasaluu ahla dikr iyo ahla alcilm marka haddii dhakhaatiirtii iyo culimmadii waxay isku raaceen kolley ku tirikuteen internetka qof aan aqoon u lahayn buu ku faafiyey inkastoo la yidhaahdo been tagtay runimo gaadho haddana waxaa mahmahday kale ahayd been iraad maleh unbaa soo xiraysaan umalaynayaa marka aad iyo aad iyo aad baad umahadsan tahay dr maxamed rabadaan mubaarak adigay dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waa idin salaamaynaa ilaahay waxa weye xanuunkaas faafayha inaga wada badbaadiyey inaga iyo intaynu jecelnahay iyo bini aadamka oo dhanba kuwii waxa weye ku cibro qaata waxa weye kana faa'iidaysta dakhtarkan aqoonyahanka ah khibradda u leh su-aalaha aynu ka jawaabnay talaalka ku saabsan ilaahay inaga dhigo meel kastoo joogtaan anigo ku hadlaya magaca baxda caafimaadka ee city of minneapolis ama waxda caafimaadka ee city of minneapolis waxaan idin leenahay mahadsanid dr maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay meel kastoo joogtaana daawasho wacan iyo kulanti dambe wanaagsan xiise leh asalaamu calaykum walaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa aad baad u mahadsan tahay maxamed walaal dhammaantiin waa idin mahadcelinaya waxaan sidoo kale anoo magacayga iyo magaca ku hadlaya dhakhaatiirta soomaalida waqooyiga america aad ayaan maaragtay idin salaamayna waan ku faraxsanaa inaan barnaamijkan kala qayb qaadana aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay marka hore asalaamu calaykum